مسبار باركر لفك لغز كورونا. معروف وطبيعي ان لو في جسم سخن كل ما بعدت عنه كل ما درجة الحرارة قلت، الا الشمس. الشمس بيبقى حواليها هالة مضيئة بيسموها الكورونا، درجة حرارتها بتوصل لملايين الدرجات، في حين درجة حرارة سطح الشمس ما بتتخطاش 6000 درجة مئوية فقط، ومحدش لاقي تفسير للموضوع ده. عشان كده ناسا بتحضر دلوقتي مسبار اسمه باركر، هيبقى اكتر مسبار يقدر ان هو يقرب من الكورونا دي، وبالتالي فهمنا ليه بتسلك السلوك ده. ومن المقرر ان يتم اطلاقه في اغسطس 2018. مايكروسوفت تنافس الاطباء. قررت شركة مايكروسوفت انها تفتح مركز علاجي وهتستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة ليها ضمن خطتها لاقتحام سوق العلاج والصحة. وابدو كده ان الحاجات اللي اتكلمنا عنها في فيديو المستقبل بدأت تتحقق. النحل ايضا يدخن التبغ. دراسة نشرت في مجلة نيتشر لقوا فيها ان الزهور اللي بتحتوي على النيكوتين بتجذب النحل اكتر وبتزود ذاكرته وبتخليه يرجع للنباتات دي حتى لو رحيقها ما كانش جيد او حتى خلصت الرحيق ده، وده بيخلي ان التبغ بيبقى له افضلية في التلقيح عن نباتات كتيرة جدا، ويبدو كده ان النحل طلع صاحب مزاج. الحاق الطفل بالمدرسة في سن مبكر ليس له مردود ايجابي. دراسة اتعملت في جامعة اكستر في انجلترا على 2075 طفل من 80 مدرسة ابتدائية مختلفة اعمارهم بتتراوح من 5 ل 8 سنوات، لقوا فيها ان الطفل اللي بيلتحق بالتعليم في سن اصغر من زمايله على الرغم ان الاهل بيبقوا مبسوطين في ده لكنه بيواجه صعوبات في التعلم لانه دايما بيبذل جهود اضافية، بجانب ان هو بيقابله مشاكل نفسية لانه دايما بيقارن نفسه وزمايله وبالتالي بيبقى سلوكه سلبي. تقنية جديدة لإذابة الدهون في اسبوع. علماء في جامعة كولومبيا قدروا ان هم يطوروا ابر مايكروهية، الابر دي بتقدر انها تخترق الجلد بدون الم وتفرز مواد نانوية، المواد دي بتفرز ادوية بتقدر انها تحول لي الدهون البيضة لدهون بنية. ومعروف ان الدهون البيضة دي دهون صعبة في الحرق، لكن الدهون البني دي دهون بتتحرق بدون مجهود. التقنية دي اتجربت على الفيران ولو انها قدرت تقلل نسبة الدهون بنسبة 20% في موضع الحقن في اسبوع واحد فقط، ومن المنتظر انها تتجرب على البشر. مصل للحماية من تسوس الأسنان. باحثون من معهد ووهان في الصين قدروا ان هم يطوروا مصل للحماية من تسوس الأسنان اتعمل من البكتيريا اللي بتسبب تسوس الأسنان نفسها. المصل ده لما جربوه على الفيران لقوا ان هو قدر يحمي الفيران اللي ما عندهاش تسوس بنسبة 64%، وقدر يعالج التسوس في الفيران اللي عندها تسوس بنسبة 60%، ومن المنتظر اعتماده وتطبيقه على البشر. اكتشاف جين سيغير مفهومنا حول حدوث الزهايمر. معروف ان مرض الزهايمر مرتبط وجوده بوجود بروتين في المخ اسمه التاو بروتين، البروتين ده بياكل في الخلايا العصبية وبيدمرها. علماء في جامعة واشنطن قدروا ان هم يكتشفوا شكل معين من جين اسمه ابو لايبو بروتين اي او ابو اي، من المحتمل انه له علاقة مباشرة بحدوث الزهايمر. الجين ده في الطبيعي بيبقى مسؤول عن دورة الكوليسترول في الجسم، والناس اللي بتولدوا عندهم مشاكل في الجين ده نسبة الكوليسترول في دمهم بتبقى عالية. لما جابوا فران ووقفوا نشاط الجين ده فيها لقوا ان الخلايا العصبية ما تأثرتش حتى مع وجود التاو بروتين فيها. جابوا خلايا مناعية ونموها وحقنوها في المخ في وجود الصورة دي من الجين او الابو لايبو بروتين 4، لقوا ان الدمار في المخ كان اسرع. لذلك بيعتقدوا ان الصورة دي من الجين في وجود التاو بروتين بتنشط الجهاز المناعي عشان يهاجم المخ. كل محاولات علاج الزهايمر قبل كده كانت مرتكزة على كيفية التخلص من التاو بروتين، دلوقتي الانظار هتتوجه ناحية الابو لايبو بروتين 4 وازاي يوقفوا نشاطه في المخ. تطوير اجسام مضادة قادرة على مهاجمة 99% من سلالات فيروس الايدز. المعاهد الوطنية الامريكية اعلنت انها طورت مع شركة سانوفي الادوية اجسام مضادة لفيروس الايدز
قادرة أنها تهاجم 99% من سلالات الفيروس، في حين أن الأجسام المضادة القديمة كانت بتهاجم 90% فقط. الأجسام المضادة دي تم اختبارها على الحيوانات وحققت نتائج كويسة، ومن المتوقع أن يتم اختبارها على البشر في بداية 2018. الجدير بالذكر أن في 37.5 مليون شخص على مستوى العالم مصابين بفيروس الإيدز، ومفيش باب أو أسلوب علاجي إلا وطرقوه في مكافحته، وما زالت المحاولات مستمرة. علاقة الصداع المزمن بمفصل الفك. لو انت بتعاني من صداع متكرر بيجي لك اكتر من 15 مرة في الشهر، ففي علماء في جامعة ساو باولو في البرازيل اكتشفوا انه ممكن يكون الصداع ده بسبب مشكلة في الفك او في مفصل الفك تحديدا، اسمها تيمبورو مانديبولار ديزوردر او TMD. المشكلة اللي بتحصل لما بيكون مفصل الفك مش في موضوع صحيح وبتصيب 30% من الناس، هي صحيح ما بيبقاش لها سبب مباشر في حدوث الصداع، لكنها بتزود شدة الصداع لتلات اضعاف. الموضوع ده سهل تكتشفه عن طريق انك تفتح بقك على الاخر وبعدين تقفله. لو سمعت صوت رقعة في الفتح او في القفل يبقى عندك مشكلة في حركة المفصل، ويفضل انك تروح لدكتور سنان. الامارات تبدأ في تنفيذ مشروع مدينة المريخ. الامارات بدأت في بناء مدينة تحاكي كوكب المريخ في شكله وتضاريسه. المدينة دي هتتبنى على مساحة 177 الف متر مربع وبتكلفة 500 مليون درهم، وهتبقى اكبر مدينة فضائية في العالم. المدينة دي هتضم اكبر علماء في العالم، وهيبقى فيها مختبرات للغذاء وللطاقة، وتعملت لان الامارات حاليا بتنافس على اعمار المريخ. تحليل دم جديد بالموجات فوق الصوتية. علماء في جامعة دوك قدروا ان هم يطوروا طريقة لعزل الاكزوسومات عن طريق الموجات فوق الصوتية. الاكزوسومات دي عبارة عن اكياس بتخرجها الخلية، بترمي فيها الزبالة بتاعتها، وبتوصل بيها رسائل ما بينها وبين بعضها، وبتساعد في عملية تجلط الدم. الجدير بالذكر بقى ان عملية فصلها بالطرق القديمة سواء بالكيماويات او عن طريق الطرد المركزي كانت عملية مملة وصعبة وبتاخد وقت اكتر من 24 ساعة. معرفة محتوى الاكزوسومات دي هيساعد على التنبؤ بامراض كتيرة من بينها السرطان، ده غير انه هيتم بعد كده في وقت قياسي. العالم بين الماضي والحاضر. في دراسة إحصائية لتقييم وضع العالم زمان ودلوقتي، لقوا إن بما لا يدع مجالا للشك إن العالم دلوقتي أحسن من زمان بكتير جدا. الناس اللي تحت خط الفقر لقوا إن هم قلوا من 2 مليار بني آدم في 1970 ل 705 مليون فقط في 2015. وتحت خط الفقر دي معناها إن الفرد بياخد أكتر من 2 دولار في اليوم أو 1000 جنيه في الشهر، يعني لو أسرة مكونة من 4 أفراد من المفروض إن هي تاخد 4000 جنيه في الشهر وإلا تبقى تحت خط الفقر. لأنه برضو معدلات وفيات الأطفال اللي تحت سن 5 سنين قلت من 11 مليون في سنة 1990 ل 5 مليون فقط في 2015، ومن المتوقع انها توصل ل 2 مليون حالة فقط في 2030. الناس اللي عندهم مرافق سيئة سواء بقى مياه شرب او صرف صحي، لقوا ان نسبتهم قلت من 57% في 1990 ل 33% في 2016، ومن المتوقع ان النسبة دي تقل ل 20% في 2030. ده غير ان استهلاك الفرد من الفاكهة زاد من 40 كيلو في 1960 ل 60 كيلو في 2013، بجانب ان استهلاك الفرد من السعرات الحرارية زاد من 2200 سعرة حرارية في اليوم في 1960 ل 2700 سعرة حرارية في اليوم في 2013. ده بخلاف ان في اكتر من مؤشر تانيين بيأكدوا ان العالم دلوقتي احسن من زمان بكتير جدا. العالم. حقنة تطعيم واحدة لكل الجرعات. باحثون في معهد ماساتشوستس للعلوم قدروا ان هم يطوروا حقنة تقدر تحقن بيها كل جرعات التطعيم مرة واحدة فقط، عن طريق مركب بيتحرر في الجسم على فترات بتمتد من ايام لعدة شهور. الطريقة دي طبعا هتوفر على الدول النامية فلوس كتيرة جدا، بجانب ان هي هتشجع الناس الكسالة ان هي تروح تطعم، بجانب ان هي هتقلل الشعور بالالم المتتالي. وداعا كاسيني.
الشهر ده أنهت المركبة كاسيني اللي تم إطلاقها سنة 1997 لدراسة كوكب زحل مهمتها بعد 20 سنة من إطلاقها. المركبة في الفترة دي قدرت أنها تلقط صور مميزة للكوكب وتفسر التغيرات الموسمية اللي بتحصل له، وفي النهاية جاذبية الكوكب سحبتها واحترقت في غلافه زي ما بيحصل للشهب وللنيازك. إلى هنا تنتهي نشرتنا العلمية لهذا الشهر. أترككم في رعاية الله وأمنه.